هجمات مستمرة يشنها التنظيم الإرهابي داعش على مناطق متفرقة من العراق، تقابلها عمليات أمنية للقوات العراقية لملاحقة فلول التنظيم وصد خطر هذه العناصر التي تحاول إرباك البلد لإعادة نفوذها وحلمها بالسيطرة على العراق، مستغلة الثغرات الأمنية والأوضاع الاستثنائية. حررت المدن، ولكن بقيت المضافات البعيدة في المناطق الزراعية، في المناطق الصحراوية، في أراضي بعيدة لا يمكن السيطرة عليها. هذه هي المضافات الحقيقية التي يستغلها داعش أولا بمن يعاونه، لتكون منطلق ومثابات لأذية ولحق الأذى بالمواطن العراقي وبقواته المسلحة. خبراء أشاروا إلى أن توحيد القرار السياسي وإعطاء الحرية والمساحة الكافية للقيادات الميدانية التي تمتلك خبرة التعامل مع هذه المجموعات عبر الحروب المتكررة ومن خلال بنك المعلومات والخزين الاستراتيجي للجهات الأمنية ستمكن العراق من تحجيم وجود داعش على أراضيه. الآن نحتاج إلى وحدة في القرار السياسي مع إعطاء الحرية والمساحة الكبيرة للقيادات الميدانية التي تشخص حقيقة وجود المجامع الإرهابية وطريقة المعالجة المتطورة. آخرون رأوا أن استمرار العمليات الاستباقية سوف تضعف إلى حد كبير خلايا داعش المتبقية والتي تعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد بين الحين والآخر، مؤكدين أن قوة التنظيم الإرهابي تلاشت ولا يمكن أن تعود كما كانت في السابق. إلا أن صحيفة الفورين بوليسي كان لها تفسير آخر لما يحدث من خروقات أمنية على الساحة العراقية، حيث أشارت في تقرير لها إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد أثرت على جهود مكافحة تنظيم داعش في المنطقة وأدى إلى تعزيز قدرات التنظيم الإرهابي في الآونة الأخيرة. ومهما كان السبب وراء تزايد حدة الهجمات الإرهابية على عدد من مدن العراق، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب جهدا مضاعفا وتكاتف جميع الجهات لدرء الخطر المحدق بالبلاد في هذا الوقت العصيب.